المشكل ديالنا يتحددوا انا من اي تحددوا يحددوا ويديو ريجي. كنهضر على الطريق ديال الريش ايميلشيل ما بين الريش ايميلشيل من 2004 وهي هكذا داز فيها العامل داز فيها اصحاب البرلمان داز كيخلاوها كيبقات في البرد في السخونيه في الشتاء في الصيف في كل شيء هي مكرفسه الا في الصيف كاين الرعد في الشتاء كاين الثلج وراه الله كنظلو من الله يجيب لنا الثلج راه تحشنا ولكن الطريق راه مكرفسه ما فيها ما يتشاف كيتحبسوا الدراري من القرايه كيتحبسوا المسافرين اللي عنده شي مشكل في المحكمه راه كيمشي من هنا لميدالت دابا حاليا راه قالوا لك غادي تكون شي محكمه هنا في ملشي ولكن انا ما شفتش من 2004 ولا اكثر من 2004 وهي هكذا ما كتصاوب ما والو من ديال ايميل شي الريش اما بالناحيه بني ملا راه ولات شويه بعدا هم من طبيعه الحال بقى فينا الحال ماشي غير بقى فينا الحال كنبقى كنضربوا دابا كتبغي غير تمشي للريش كثر واحد التمارة ما تصورش كيخسروا الطوموبيلات كيخسروا الطوموبيلات وكيكونوا لي زاكسيدو وكيكونوا بزاف ديال المشاكل العراقيل بزاف في ديك الطريق كنطلب من المسؤولين ديال ميدلت اولا وديال اوتربات الرئيس الجامعه اوتربات الرئيس الجامعه ديال ميلشي الرئيس الجامعه بوزمو هما اللي خصهم يهتموا ببلادهم ماشي نتسناو الوزير غير ديالنا بعدا يشوفوا هما حاليا تم تدشين الطريق بني ملالتين غير وللاسف مازال مكرفس الاشغال فيه تسير سير السلاحفات خصوصا نيت في النفور الترابي ديالي من ايميل شيلتين غير ف وهاد الطريق ديال ايميل غادي تقاد المداخل ديال حسب المتوفر لدي من المعلومات كان هناك مشروع او اتفاقيه مع الجهه في المجلس السابق على اساس التهيئه الحضريه لايميل شيل المركز واللي من اساسه انه يتصور ولكن للاسف باقي حتى شي حاجه ما كاينه من داك الشيء كاين عندنا اشكال ديال الطريق ايميل شيل الريش وكما كتشوفوا الوفود الرسميه لا تمر منه تمر عبر طريق اغبره في اتجاه ميدلت لانه طريق ما يستحقش يمشي فيه بنادم هذا واقع مر كنشركوه مع المواطنين كان تعرضوا فيه انتقادات كان تعرضوا فيه ولكن ما بيد يحيرها كما تيتقال العين بصيره واليد قصيره.